بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدين الأحبة. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامجكم من عمان في مساء جديد من مساءات نوفمبر المجيد، ونحن في غمرة الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. كل عام والجميع بخير، وحياكم معنا مشاهدينا إلى هذا اللقاء الطيب والجميل مع هذه الأجواء الماطرة والجميلة والأجواء الرائعة. وتستمر الاحتفالات في مختلف محافظات وولايات السلطنة بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد، وكما تشاهدون الآن من خلال لقطات هذه المسيرة الاحتفالية بالعيد الوطني 43 المجيد بولاية دبا بمحافظة مسندم. تفاصيل المهمة، المهمة خمسة. قم بتحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحمل أكبر عدد ممكن من عبوات ماونتن ديو. نفذ مهمة ديوكرو الآن عن طريق ديوكرو أريبيا.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. زمان
اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض، وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة. بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت، وبالصدفة اللي على الشمال برضو حط كراميل على البسكوت. اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة، واللي على الشمال برضو عمل كده. في الآخر الصباعين طلعوا زي بعض بالظبط، بس كل أخ لسه مقتنع إن تويكس بتاعه أحلى. تويكس، كل صباع أحلى من التاني. عمان الحضارة والتاريخ التلي يحكي سطورها المعرض الوثائقي الرابع، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 17 وحتى 22 من نوفمبر 2013 بقاعة المعارض بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية. مذاق تذوبين بحلاوته ويفتح عينيك على رقته. منعومة تلفك بالحرير وتبهرك كل مرة أكثر بكثير. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه المحطات والمتابعات في برنامجكم من عمان. نغطي مختلف الفعاليات اللي تشهدها أرض السلطنة، أو مجموعة أيضا من الفعاليات القادمة اللي راح تشهدها أرض السلطنة الحبيبة. في فعالية قادمة إن شاء الله راح تستضيف الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في 24 من الشهر الجاري اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في مسقط. مجموعة من الفعاليات رح يحتضن هذا الاجتماع، هناك مهرجان شعري، هناك مجموعة من الندوات، مجموعة من أوراق البحث والعمل التي تقدم في هذا الاجتماع، إضافة إلى مجموعة من الفنون التشكيلية، إضافة إلى زيارات تاريخية تعرف بسلطنة أصالة وحضارة وتاريخا، كما أيضا تبرز المثقف العماني وأدواره المختلفة. رح نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع من خلال وجود عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الأستاذ خميس بن راشد العدوي. مساك الله بالخير استاذ خميس، سعيدين جدا بوجودك معنا. كرمكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله. يعني استاذ خميس، البدايه حابين نتعرف على الاهميه، ماذا يعني ان تستضيف السلطنه ممثله في الجمعيه العمانيه للكتاب والادباء هذا الاجتماع على مستوى الوطن العربي ولاول مره ايضا؟ بدايه طبعا في بدايه هذا الحديث نرفع التهاني القلبيه الحاره لصاحب الجلالة السلطان قابوس بمناسبه العيد المجيد 43. نعم. وأيضا كذلك نتقدم له بالشكر على رعايته للجانب الثقافي، وعلى يعني رسم خارطة الطريق لنهوض العماني بالثقافة. بالنسبة لي ما تفضلت به تكمن أهمية هذا العمل، أنه يضم هذا الاجتماع اتحاد كتاب والأدباء العرب. جميل. وهذا الاجتماع سيكون يعني في السلطنة هذا العام، وهو لا يتكرر، لأنه تعرف أنه يعني يضم هذا الاتحاد الكثير من دول الأعضاء العربية. لا. وبالتالي الفرصة يعني رجوعه ودوره تحتاج إلى فترة طويلة جدا. وبكون يعني الجمعية العمانية للكتاب والأدباء قامت يعني حديثة من عام 2006، ووصلت إلى أن تستضيف هذا العام هذا الاجتماع، هذا له طبعا أهميته وله دلالته كذلك. هذا بالإضافة إلى يعني ما يصاحب هذا الاجتماع من برامج تعرف بالثقافة العمانية، وتعرف بالأدب العماني، وتعرف بالفن العماني المتعلق بالجانب الثقافي. وأيضا يعني
هي رسالة متبادلة، نحن نصل رسالة وأيضا نستقبل الرسالة من قبل المثقفين ومن قبل الحضور. نعم. طيب أستاذ خميس، يعني من يمن الطالع أيضا أنكم تنظموا هذا الاجتماع والسلطنة تستضيف هذا الاجتماع مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 المجيد، كيف عملتم على أن يكون جدول الأعمال الخاصة بهذا الاجتماع غنيا يعرف بالسلطنة بتاريخها وثقافتها وحضارتها وهويتها، وأيضا يركز على جوانب التطور الثقافي الذي شهدته السلطنة في العهد الميمون؟ طبعا هو الأساس، أساس الاجتماع أنه هو يعني ما يدور حول الجوانب الإدارية والفكرية التي يعنى بها الاجتماع، لكن نحن يعني قلنا لابد أن نستغل هذه يعني هذا الاجتماع وأهميته في السلطنة، ووضعنا من قبل الجمعية العديد من الفعاليات التي تصاحب هذا الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وأخذ أكثر من مسار من هذه المسارات، أنه رايحين نقيم ندوة تشمل 9 محاور أو 9 أوراق عمل اسمها من ملامح الثقافة العمانية. جميل. بحيث أنه نعرف الوفود ونعرف كذلك العرب عموما والمشهد الثقافي عموما بتاريخنا وبثقافتنا، ولأن هذه الندوة متنوعة في أوراقها. ثم أيضا ستعقد لمدة 2 يوم أمسية بعنوان أمسية أبي مسلم البهلاني للشعر العربي، ويحضرها شعراء كبار من داخل السلطنة وخارج السلطنة، يعني يصل حوالي إلى 25 أو أكثر من 25 شاعرا. بالنسبة للندوة ستكون يعني يقدمها عمانيون، باحثون عمانيون أوراق العمل الخاصة نعم بها. بالنسبة نعم، اللهم إلا يعني مشارك واحد من الهند وهو معتني كثيرا بالترجمة، ترجمة النصوص العمانية إلى اللغات الأخرى الإنجليزية والهندية والأردية، وله نصوص ترجمها وسيشاركنا إن شاء الله تعالى، اسمه يعني فيل أبوراث عبد الكبير، سيشاركنا في هذه الندوة. بقية الأوراق هي كلها إن شاء الله تعالى من قبل دكاترة وأساتذة عمانيين كل في شأنه في جانبه. هناك ورقة طبعا مثلا عن المساهمة الثقافية العمانية، هناك توجد ورقة عن عمان في عيون الشعر العربي. جميل. هناك ورقة كذلك عن السياسة العمانية، وهناك أيضا ورقة عن المخطوطات العمانية ودورها الإنساني، هناك عن نظام الفلج في عمان، هناك عن نظام الملاحة العمانية وإسهام العمانيين في الجوانب ثقافة البحر يعني، وأيضا هناك ورقة عن المكتبات العمانية يعني العامة الأهلية في السلطنة. جميل. بحيث نعطي المشهد من أكثر من جانب، صورة متكاملة. نعم. بالضبط. بالنسبة للمترجم الهندي، هل ترجم للأدب العماني القديم أم الحديث؟ أنا حسب اطلاعي على سيرته، طبعا أنا لم أطلع بالكامل لأنه أرشح من أحد الأعضاء الموجودين في الإدارة، لكن أنا حسب ما اطلعت على يعني سيرته، هناك يعني قام بترجمة نصوص معاصرة وله اطلاع يعني رائع وجيد بالثقافة وبالأدب بالذات بالأدب العماني. بالضبط. نعم. طيب أستاذ خميس، بالنسبة للمهرجان الشعري اخترتم أن يكون يعني هذه المرة يعرف بالشيخ أبو مسلم البهلاني ويعني منجزه الشعري المعروف أيضا على المستوى العربي. نعم طبعا، يعني بأهمية هذا الحدث وبيعني مقدار يعني ما يقدمه للمشهد الثقافي وأيضا لما يقدمه كذلك العمل الثقافي في إطار الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رأينا أن تكون الشخصية أيضا كبيرة تتواكب مع هذا الحدث. جميل. فكان الاختيار على أبي مسلم البهلاني، وكما ذكرت لك أنه هو الأمسية أمسية أبي مسلم البهلاني للشعر العربي. وسيصاحب هذا العمل عمل توثيقي عبارة عن فيلم وثائقي يقدم نبذة عن الشيخ أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي البهلاني، ويتتبع يعني هو الفيلم مختصر طبعا لكنه يركز على تتبع المسارات المعرفية والأدبية والحيوية يعني في حياته الاجتماعية في تنقله ما بين عمان وشرق أفريقيا زنجبار، فراح يعطي يعني الفيلم هذا ملامح عن أهم
المحطات في حياة أبي مسلم البهلاني. جميل. أيضا هناك جائزة ستكون إن شاء الله على هامش هذا الاجتماع، جائزة القدس لعام 2013. نعم. تفاصيل هذه الجائزة أستاذ؟ هي طبعا يعني هذه الجائزة في هذا العام. نعم. يعني فازت به الأديبة خنات بنونة، وهي يعني تقام سنويا بحيث تتولى الدولة أو الجمعية خلنا نقول الرابطة التي تنظم الاجتماع تسليم الجائزة، وتكون عليها يعني هذه الجائزة. فالسلطنة هذه السنة يعني ممثلة في الجمعية العمانية للكتاب الأدباء إن شاء الله تعالى هي ستقدم هذه الجائزة، وسيتم تسليمها من خلال حفل الافتتاح. هذه الأديبة سيتم تسليمها هذه الجائزة. جميل. طيب هذا بالنسبة للفعاليات التي تحضرونها أنتم كجمعية للتعريف بالثقافة والأدب العماني. نعم. ماذا عن أهم الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع هذه المرة والمكتب في اجتماعه وانعقاده في السلطنة؟ طبعا هو في هناك أعمال معينة دائما تكون يعني ثابتة، الجوانب الإدارية والجوانب المالية، وأيضا تقرير الحريات كل سنة لابد، يعني كل رابطة أو كل اتحاد وجمعية عضوة يرفع تقريرا عن أوضاع الحريات في بلدانهم، وهذا من ضمن المواضيع التي ستناقش السنة، خاصة أنت تعرف أستاذ التطورات التي يشهدها المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي خلال يعني الثلاث سنوات الأخيرة. هذا يحتاج إلى متابعة ودعم في هذا الجانب. بس هناك أيضا توجد يعني ملف خاص كل مرة، في كل مرة يطرح على هيئة دائرة مستديرة يتعلق بما بجانب الثقافي أو التعصب في الجانب الثقافي خلنا نقول، يعني في لمناقشة أين وصل هذا الجانب، خاصة ونحن مقبلون على تغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية، بدأنا نلاحظ نوع من النتوء الغير مرغوب فيه من قبل يعني أو في جانب التعامل مع الشأن الثقافي، فاقترح أن يناقش الشأن الثقافي في هذه الندوة. وهذا طبعا اختير بالنسبة لموضوع السلطنة، لأن السلطة العربية يعني حاملة لواء التسامح في عالمنا العربي والإسلامي، فهذا يتناسب مع طبيعة المنهج الذي نحن العمانيين نسير عليه. جميل. طيب أستاذ خميس، بالنسبة لي أيضا لموضوع الفنون الحديثة أيضا في السلطنة، أيضا لا تغيب عنكم أتوقع يعني موضوع الفنون التشكيلية، موضوع النحت، هل أفردتم لها مساحة على هامش هذا الاجتماع؟ أي طبعا، فيه يعني هناك معرض سيفتتح مع ضمن الافتتاح الذي يعني سيكون تحت رعاية صاحب اسمه السيد هيثم بن طارق إن شاء الله تعالى. بعد الافتتاح سيتم افتتاح أيضا هذا المعرض، ويعني إن شاء الله تعالى سيكون من ضمن الفعاليات الأساسية في اليوم الأول. جميل. طيب هذا الاجتماع يعني يحضره تقريبا قرابة أكثر من 60 باحث وأديب ومثقف من الوطن العربي. كيف اشتغلتم أيضا على جانب التسويق لهذا الحدث، بحيث أيضا يعني كل هذه التحضيرات التي تعدونها تصل إلى المثقف العربي أينما كان في أقطار المعمورة يتعرف على هذه الثقافة العريقة؟ طبعا يعني بعد ما يعني جاءت الموافقة من قبل الاتحاد العام للكتاب والأدباء والكتاب العرب، نعم، واختيار الجمعية العمانية للكتاب الأدباء لاستضافة هذا الاجتماع السنوي هذا العام، حدث اجتماع في الإدارة تم تقسيم وتوزيع الأعمال وتوزيع على يعني هيئة فرق ولجان، كل لجنة تقوم بعملها. ما تشير أنت إليه هو يدخل ضمن تقريبا الجانب الإعلامي والتسويقي لهذه الفعاليات، وهناك في الموضوع شقان، يعني الشق الإعلامي التقليدي الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وهذا طبعا المؤسسات القائمة به في الدولة والموجودة في الدولة نحن نقدم لهم الشكر الجزيل على تفاعلهم ويعني استجابتهم لنا وتعاونهم معنا في هذا الجانب. وعندنا أيضا تعرف الآن الإعلام الرقمي الحديث، وهذا أوكلناه يعني مجموعة من الإخوة المتخصصين ويعني الذين عندهم يعني قدرات على أساس يديروا هذا العمل،
وكل الفعاليات منذ البداية وحتى النهاية إن شاء الله تعالى سيتم تغطيتها إعلاميا على المستوى الإعلام التقليدي المعروف. نعم. وأيضا على المستوى الرقمي. نعم. بالضبط. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا الاجتماع، سنكون إن شاء الله متابعين أكيد لأعمال هذا الاجتماع وحاضرين في فعالياته المختلفة. أشكرك على وجودك معنا، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الأستاذ خميس بن راشد العدوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لك، شكرا لبرنامجكم كذلك. إذا متواصل معكم مشاهدينا بقية المحطات والتفاصيل في برنامجكم من عمان، ما زالت معنا مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التغطيات، نتابع تفاصيلها بعد الفاصل. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان، وتستمر الاحتفاليات، تستمر الأفراح في مختلف محافظات السلطنة تعبيرا عن الفرحة بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد، وتأكيدا لعهود الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة ولقائد مسيرتها الظافرة. الآن مثل ما تشاهدون مشاهدينا، هناك مسيرة جميلة من أبناء ولاية لواء بمختلف الفئات العمرية تعبيرا عن هذه الفرحة بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. حياكم مشاهدينا من جديد عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان، من خلال مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير، اتبعوا تفاصيلها في هذه الأمسية الجميلة من أماصي هذا الوطن الحبيب. مشاهدينا، تستعد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لتنظيم ملتقى عمان للتنافسية 2013، الهدف منه فعلا التوجيه الآخرين إلى أن السلطنة تحوي على مناخ استثماري رائد متطور يجعل من الآخرين أن تكون فرص استثمارهم في السلطنة فرص واعدة، فرص حقيقية. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الملتقى من خلال وجود مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الأستاذ عزان
بن قاسم البوسعيدي. مساء الخير وكل عام وانت بخير. مساء النور والسرور اخي راشد. الله يسلمك يا رب، حياك الله معنا. في البدايه حابين نتعرف على الفكره العامه اللي تقوم عليها او اللي يقوم عليها ان شاء الله هذا الملتقى، خاصه احنا نعرف ان السلطنه مقبله في الفتره القادمه على مشاريع كبرى، فاتوقع ان الفرص الاستثماريه رائده في هذا المشروع. فعلا بدايه طبعا اسمح لي اخي ان انتهز الفرصه هذه، اتشرف فيها بان ارفع اسماء التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولاي حضره صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة حلول العيد الوطني 43 المجيد. سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته باليمن والخير والبركات. بالنسبة طبعا لفكرة إقامة ملتقى أعمال التنافسية، مثل ما ذكرت هو ملتقى الأول من نوعه. أهميته تكمن في أنه الهيئة تسعى من خلاله لتطوير وتحسين المزايا التنافسية للسلطنة، لتحسين المناخ الاستثماري، لجعل مناخ جاذب للاستثمارات، سواء كانت الاستثمارات هذه وطنية أو أجنبية. جميل. طيب إذا أردنا نتحدث عن خصوصية السلطنة في أن تكون بيئة جاذبة للاستثمار عن بقية الدول الأخرى، ماذا يميزنا لنكون يعني فعلا منطقة للتنافس مع الآخرين؟ طبعا هناك بعض المزايا التنافسية تتمتع بها السلطنة بشكل طبيعي، كالموقع الجغرافي المتميز مطل على بحار ممكن اعتبرها بوابة للمنطقة من ناحية التجارة ومن ناحية الاستثمار. هناك تنوع في القطاعات التي يمكن أن تستغلها السلطنة في الحقيقة، وكذلك هناك تحول الآن تجاه أهمية إعطاء القطاع الخاص الفرصة لكي ينمو ويطلع بدوره فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ولكن هناك بعض المزايا التي لم نكن نسمع عنها في السابق، على سبيل المثال سيادة القانون يعتبر أحد المزايا التي نسعى من خلال الملتقى هذا لتطويره، نظرا لأن المستثمر مهما كان في نهاية المطاف يسعى أن يستثمر في البيئة القانونية التي تكون طبعا تحمي استثماراته. إيجاد مساحة لحرية تنقل رؤوس الأموال، حرية تنقل الأشخاص وخلافه. فهناك أكثر من محور طبعا نسعى لتطويره، سواء من خلال الملتقى هذا أو من خلال أنشطة الهيئة بشكل عام. جميل. طيب بالنسبة للبنية الأساسية الموجودة في السلطنة، هل تحفز المستثمرين على القدوم؟ مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، هل تحفز الآخرين أيضا على أن تكون السلطنة فعلا بيئة تنافسية رائدة؟ بالفعل البنية الأساسية تعتبر أحد المزايا التي تقوم دول العالم بشكل عام استغلالها من أجل جذب رؤوس الأموال. الفلسفة القديمة للتنافسية ككلمة كانت تدور حول الأسعار، البلد أو المنتج اللي يكون أقل سعر يعتبر أكثر تنافسية. لا. أما الآن طبعا الوضع تغير، أصبحت الكوادر المتخصصة المؤهلة هي التي تجذب رؤوس الأموال بشكل عام. وجود مثل ما أسلفت، مثل ما تفضلت، وجود بنية أساسية بجودة عالية كذلك تعتبر عامل جذب. القصد من مثل هذه الملتقيات طبعا هو نشر الوعي حول الاختلاف الآن في مفهوم التنافسية، وكذلك العمل مع الجهات ذات العلاقة في تطوير سواء كانت البنية الأساسية أو إيجاد كوادر مؤهلة مدربة وطنية لكي تجذب استثمارات إلى السلطنة. جميل. طيب كيف أيضا تعملوا على استثمار الفرص الاستثمارية الموجودة الآن في السلطنة؟ مشاريع كبرى، نتحدث عن مطارات، نتحدث عن منطقة اقتصادية في الدقم، مواني، كل هذه العوامل كيف أيضا تجعل منها فعلا فرصة للترويج لجودة الاستثمار وللبيئة الاستثمارية الواعدة في السلطنة؟ هو طبعا السلطنة قطعت شوط كبير فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في الترويج للاستثمار بشكل عام من خلال جهود الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أو غيرها من الجهات المعنية في السلطنة. وطبعا هذه كلها تصب في التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية جاذبة يقوم من خلالها رجال الأعمال باستغلال هذه الفرص اللي موجودة. احنا في الهيئة طبعا سعينا انه نشتغل للملتقى هذا مع احد لنقل ابرز بيوت الخبرة في العالم، المنتدى الاقتصادي العالمي. المنتدى الاقتصادي العالمي طبعا غني عن التعريف، تأسس في عام 1971، يتخذ من جنيف مقر له، ومن اكثر من 140 مؤشر اقتصادي تصدر من المنتدى بشكل سنوي. لعل أبرز المؤشرات هو مؤشر التنافسية العالمي،
طبعا السلطنة حققت مكاسب كبيرة في هذا المؤشر من حوالي المرتبة الثانية والأربعين في عام 2007 إلى المرتبة 33 في هذا العام. فهناك طبعا تطور إيجابي يعكس طبعا ما يحصل على أرض الواقع. جميل. طيب أيضا يعني من جوانب الدعم الاستثمار في السلطنة أن تتاح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تتاح الفرصة حتى القطاع الخاص الموجودين الآن في السلطنة، كيف تعملوا من خلال هذا الملتقى على جذبهم على أن يكونوا حاضرين حتى في المشاركة في الملتقى؟ طبعا أحد أهم محاور الملتقى هو محور ريادة في الأعمال. المحور هذا طبعا راح يكون محور هام للشريحة والقطاع اللي تكلمت عنه، كيفية إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا الاستثمارية، الاستفادة من تطوير مناخ الاستثماري، وكذلك الاستفادة من المشاريع الكبرى سواء كانت هذه مشاريع عبارة عن استثمارات وطنية أو استثمارات أجنبية. وطبعا نحن نطلع إلى ما يعني ستخرج من هذه الملتقى من نقاشات ورؤى تتعلق بإتاحة الفرصة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإذن الله للاستفادة من جميل. أيضا يعني كونك يعني مدير عام البحوث والدراسات، يعني كيف تعملوا أيضا على إشراك الجوانب البحثية الجوانب الأكاديمية في هذا الملتقى؟ طبعا هذا شيء أساسي بالنسبة لنا كهيئة، نسعى في كل البرامج والمبادرات التي نقوم بها أن نشرك القطاع الخاص، نشرك القطاع الأكاديمي سواء كان من داخل أو من خارج السلطنة، إيمانا منا طبعا بأهمية تنوع الآراء، تنوع الخبرات، كذلك يثري سعينا في أن نجد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، وأن طبعا نتمكن من استقطاب رؤوس أموال سواء كانت من خارج أو من داخل السلطنة. جميل. طيب من خلال التقائك يعني بكبار المستثمرين حتى على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، عن ماذا يبحثوا بالضبط أو بالتحديد؟ يعني دائما نسمع أن في السلطنة هناك أحيانا يعني بعض العقبات التي قد يواجهوها في سوء التنسيق مثلا بينكم كجهة وبين بقية الجهات الأخرى، توفير أراضي، توفير بقية الخدمات، فكيف تعملوا على أنكم تكونوا حلقة وصل بين ما يريده المستثمر وبين بقية الجهات الأخرى حتى تسهل جوانب الاستثمار؟ طبعا كل دولة بشكل عام تسعى إلى أن تجد لنفسها ميزة تنافسية من خلال إيجاد بعض القطاعات اللي تركز عليها، وطبعا ما تركز على قطاعات أخرى لا تتميز فيها بمزايا خصوصا مقارنة مع جيرانها في المنطقة أو حتى في العالم. جميل. بالنسبة لنا في السلطنة هناك قطاعات سعينا منذ البداية، منذ إنشاء الهيئة كانت مسمى المركز العماني لترويج الاستثمار في سنة 97 في أن نركز عليها، ولله الحمد استطعنا أن نحقق جانب إيجابي في هذا الجانب، ولكن هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به في قادم الوقت بإذن الله. جميل. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وأكيد راح نكون متابعين لهذا الملتقى. متى راح ينظم إن شاء الله هذا الملتقى؟ طبعا الملتقى راح يبدأ من الأول إلى الرابع من ديسمبر بإذن الله، ونحن نطلع إلى مشاركتكم الإيجابية كوسائل الإعلام مثل ما عودتمونا دائما. واجبا إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، شكرا على وجودك معنا مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات عزان بن قاسم الوسعيدي، شكرا جزيلا لك. الله يخليك، بارك الله فيك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، وبقية التفاصيل والمحطات في برنامجكم من عمان، ما زالت معنا مجموعة من المتابعات، مجموعة من التغطيات، نتابع تفاصيلها إن شاء الله بعد الفاصل.
متواصلين معكم مشاهدين أيضا في رصد مسيرات الفرح في مختلف محافظات السلطنة مع هذه الأجواء الماطرة وهذه الأجواء الجميلة. وهذه المرة ننقل لكم تفاصيل الفرحة في ولايتي ينقل وعبري من خلال هذه المسيرة التي نظمها الأهالي، مسيرة الولاء والانتماء بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. حياكم مشاهدينا من جديد ومتابعة للحالة الجوية اللي راح تشهدها إن شاء الله أرض السلطنة في الأيام القادمة. اللهم اجعلها سقيا خير وبركة وعم اللهم بنفعها البلاد والعباد. نتعرف على تفاصيل هذا المنخفض الجوي المتعمق في شبه الجزيرة العربية وناخذ المعلومة الحقيقية من مصدرها، المعلومة الأكيدة من خلال تواصلنا مع مساعد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للطيران المدني الأخ خالد بن خميس الجهوري. مساء الخير أخي خالد وكل عام أنت بخير. مساء الخير أخي راشد، مساء الخير لجميع المشاهدين. حياك الله. نريد نتعرف من خلالك على آخر التفاصيل، آخر النتائج الموجودة عندكم حول تفاصيل هذا المنخفض. نعم أخي راشد، المنخفض يقترب من أجواء السلطنة حاليا حسب آخر الصور الجوية. المنخفض بدأ بالتأثير على بعض الأجزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنخفض مستمر بالحركة شرقا. جميل. نتوقع أن يصل أن يبدأ تأثير منخفض على أجواء شمال السلطنة ابتداء من يوم غد الخميس. نتوقع أن تتأثر أن يبدأ تأثير المنخفض على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والبريم، على أن يمتد تأثير المنخفض تدريجيا على بقية المحافظات الشمالية للسلطنة خلال فترة ما بين مساء يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة. توقعات الأمطار أيضا تشمل محافظات الوسطى والظفار كذلك، ولكن بدرجة أقل من حيث غزارة الأمطار. حسب خرائط التنبؤات العددية نتوقع أن تتركز الأمطار على المحافظات الشمالية للسلطنة، تحديدا محافظات مسندم، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي، الداخلية ومسقط، بالإضافة إلى محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية. كل هذه المحافظات تشملها توقعات الأمطار الغزيرة مع توقعات بجريان الأودية إن شاء الله.
أصدرنا قبل قليل البيان تنبيه تأكيدي، حقيقة تأكيدا لما جاء في البيان الذي أصدرناه بالأمس، نؤكد فيه على غزارة الأمطار المتوقعة يومي الخميس والجمعة القادمين إن شاء الله. وكما نلفت أيضا الانتباه إلى أن الأمطار الرعدية المتوقعة قد تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد وهبوب رياح نشطة. جميل اخوي خالد، ما تأثير هذا المنخفض يعني من حيث غزارة الأمطار؟ يعني هل هناك يعني غزارة معينة تتوقع أن تؤثر على أجواء السلطنة، يعني حتى تسبق أو تختلف عن بقية المنخفضات اللي يعني شهدناها من قبل؟ نعم أخي راشد، طبعا الحالة تصنف على أنها منخفض جوي شتوي معتاد، كمثل المنخفضات الجوية اللي تعودنا على تأثيرها على أجواء شمال السلطنة خلال فصل الشتاء. المنخفض بدأ بالتأثير على بعض دول الخليج العربي خلال الأيام الماضية، وكما ذكرت يواصل حركته باتجاه الشرق. نتوقع أن يبدأ تأثيره ابتداء من يوم غد الخميس إن شاء الله، على أن يمتد تأثيره على بقية محافظات الشمال للسلطنة خلال فترة ما بين مساء يوم غد الخميس إلى مساء يوم الجمعة. حاليا حسب آخر تحديثات خرائط النبوءات العادية كما ذكرت، هناك توقعات بأمطار غزيرة على معظم محافظات شمالية للسلطنة. بعض النماذج العددية تتوقع كميات أمطار تصل إلى 50 ملم على بعض الأجزاء، لذلك متوقع جريان للأودية. نكرر التنبيه للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول أمطار، وكذلك عدم المجازفة بعبور الأودية. ذروة تأثير المنخفض متوقع أن تكون خلال فترة ما بين نهار غد يوم غد الخميس إلى مساء يوم الجمعة. الجمعة. خلال هذه الفترة نود التأكيد على بالنسبة للأخوة الصيادين بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. أيضا ننصح بتأجيل أي مشاوير بعيدة قدر الإمكان نظرا للأجواء المضطربة المتوقعة خلال اليومين القادمين. لا. أيضا بما أنه عطلة نهاية الأسبوع، ربما البعض يود الانتقال القيام برحلات أو أنشطة خارجية، أيضا ننصح بتأجيل أي أنشطة خارجية خلال فترة تأثير المنخفض. كما ذكرت، ذروة تأثير المنخفض متوقع أن تكون خلال يومين القادمين الخميس والجمعة. يوم السبت تبقى هناك بعض الفرص لهطول أمطار متفرقة، ولكن كما ذكرت ذروة تأثير المنخفض راح تكون خلال فترة ما بين نهار يوم غد الخميس إلى مساء يوم الجمعة. طبعا يتبع مرور المنخفض هبوب رياح رياح شمالية على معظم محافظات السلطنة تعمل على انخفاض نسبي في درجات الحرارة. جميل. طيب أخوي خالد، يعني أنت ذكرت أن هذا المنخفض أيضا بدأ تأثيره في بقية دول الخليج العربية، هو امتداد لهذا المنخفض. وصلتنا مجموعه من الصور اللي يعني تبين يعني غزاره هذه الامطار في بقيه هذه الدول. هل هذا المنخفض عندما ينتقل من منطقه الى منطقه اخرى يقل تاثيره وبالتالي تكون كميه الامطار المتوقعه اقل مما شاهدناه في بقيه الدول؟ نعم اخي راشد، مثل ما تفضلت، طبعا المنخفض اثر على دول الخليج العربي خلال الايام الماضيه. كانت هناك امطار رعديه غزيره جدا كما شاهدنا أو تابعنا من خلال التلفاز ومن خلال الصور اللي تتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هناك في اختلاف في نوعية التأثير. المنخفض اللي أثر على دول الخليج استمر تأثير معهم لعدة أيام. بالنسبة لتأثير هذا المنخفض على السلطنة، أتوقع أن يكون مروره سريع، يعني مثل ما ذكرت ضربة تأثير المنخفض راح تكون خلال فترة ما بين مساء يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة، وبالتالي سرعة مرور المنخفض على أجواء السلطنة. نعم نتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة، نتوقع جريان أودية للأودية، ولكن لا داعي للقلق المبالغ فيه. كما ذكرت، الحالة تبقى في النهاية كأي منخفض شتوي اعتيادي تعودنا على تأثيره على أجواء السلطنة خلال فصل الشتاء، لا داعي للقلق المبالغ فيه. هناك رسائل كثيرة متداولة تهول من الأمر. الحالة الجوية، لا نود التهويل من الحالة الجوية، وأيضا في نفس الوقت لا نود الاستهانة بها. كما ذكرت، هناك توقعات أمطار رعدية غزيرة، متوقع جريان للأودية،
ولكن متى ما التزمنا بإجراءات أو إرشادات السلامة المعتادة في مثل هذه الحالات الجوية ستكون الأمور على ما يرام إن شاء الله. جميل. هو أيضا للتأكيد يعني السلطنة دائما يعني في مثل هذه الحالات الجوية تعمل على تغطية الأمر بشكل واضح بشكل متكامل تأكيدا على سلامتنا على هذه الأرض الطيبة والجميلة. للأمر لا يعني أبدا مسألة تهويل أو تقليل، المسألة تعني أن يضع المواطن أو المقيم في الصورة الحقيقية. أنت ذكرت أخوي خالد موضوع الأودية، لذلك تأكيد على عدم قطع هذه الأودية أو المجازفة حتى يعني ما نعرض أنفسنا والآخرين للخطر. أريدك أن تتكلم في هذه النقطة تحديدا، منسوب الأودية، السدود أيضا متوقعة. نعم أخي راشد، طبعا حسب ما تشير إليه معظم حقيقة نماذج النبوات العادية تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة كما ذكرت قد تتجاوز 50 ملم في بعض الأجزاء، وبالتالي متوقع جريان للأودية. كما ذكرت ذروة التأثير منخفض راح تكون خلال فترة ما بين مساء يوم أو نهار يوم غد الخميس إلى مساء يوم الجمعة. هناك توقعات بهطول كميات من الأمطار قد تصل إلى 50 ملم على بعض الأجزاء، وبالتالي متوقع جريان للأودية. نكرر التنبيه للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية. كما ذكرت أيضا خلال هذه الفترة خلال اليومين القادمين من المستحسن تأجيل أي مشاوير بعيدة. أيضا بالنسبة للأخوة الصيادين نكرر التنبيه لهم بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. أي أنشطة خارجية أو رحلات يستحسن إلغائها خلال فترة التأثير المنخفض. جميل. نحن إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وراح نكون متابعين إن شاء الله أكيد الحالة الجوية أولا بأول حتى نضع المشاهد الكريم أمام الصورة. شكرا على تواصلك معنا مساعد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ خالد بن خميس الجهواري، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. إذن مشاهدين أيضا نحن وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نؤكد أن هذا المنخفض الجوي مصحوب بأمطار غزيرة، نؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، عدم عبور الأودية، عدم المجازفة في عبور هذه الأودية تأكيدا على سلامتنا وسلامة الآخرين. أيضا موضوع الانتقال من ولاية إلى ولايات أخرى خاصة ونحن يعني مع إجازة نهاية الأسبوع نؤجلها حتى الإجازة القادمة تأكيدا على هذه الحالة حتى يعني يذهب تأثيرها وتكون آمنة وبالتالي يسهل الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى. بالنسبة للأخوة الصيادين متابعة النشرات الجوية أولا بأول، عدم ارتياد البحر في اليومين القادمين حتى تذهب ويذهب تأثير هذه الحالة. نتمنى لكم إن شاء الله كل السلامة، نتمنى إن شاء الله أمطار الخير والبركة تعم هذه الأرض الطيبة وتستمر هذه الاحتفالات وهذه المناسبات الجميلة. نلتقيكم إن شاء الله مشاهدينا يوم الغد، نشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى لقاء جديد من برنامجكم من عمان، إلى الملتقى.